بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الأحد، تاريخ 19/11/2017. إن الله جعلنا محيين. اليوم راح نطعم تطعيم رمح لأن سانتي تحت الجلد، وطبعا المتبع لسوق المتبع أطلعوا إياهم، أنا أسرح فيهم، وعقب ما هذا ردهم يكون الماي في الدواء موجود جاهز لهم، وطبعا فيتامين سي حقهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في اليوم هذا، لأن اليوم ما شاء الله غيوم واضحة بالصورة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا صيب طيب مبارك على الأرض والدواب والعباد بإذن الله. طبعا من الامور الهامه جدا قبل التطعيم راح نعطيهم فيتامين سي في الماي، والفيتامين هذا ما شاء الله بعد صراحه وياه سبرين واضح بالصوره، هذا فيتامين واضح. راح نحط باذن الله قفشتين، يعني مقدار استكانه صحته بريالي نور الدين. حط لنا داخل استكانة مال تترس، ايوه تقريبا حق نص حوض استكانة من عقب ما اعطيناهم ماي فيتامين بالماي اعطيناهم علف، وانا يعني مره ثانيه راح اقول كلمه، هذا علف اللي هو بعد المشي خبز التمر، وباذن الله راح نطعمهم ان شاء الله باذن الله برمح لان سانتي تحت الجلد واضح بالصوره. مثل ما اتفقنا، والان تطعيم عندنا البرمح 2 سنتي تحت الجلد، وهذه العمليه امامنا بالصوره. طبعا طلعنا الدواء، ثلاجه جدا واضحه فيها ثلج، لابد ان نرج الدواء صوره واضحه. بسم الله نبره، طبعا تشيل 6 سنتي. خلنا نقرب الصورة أوضح، نبرة واضحة بالصورة 6 سنتي، حاول قد المستطاع أطلع الهواء بالنبرة. طاولنا الإبرة نشوفها فيها 6 سنتي ولا كم؟ 6 سنتي تكع الله، 2 سنتي طبعا تحت الجلد. بسم الله. هذا التطعيم وبرم دلك نور الدين بارك الله فيك. طلعها برا الان، كل واحده نطعمها نطلعها برا. راح نستمر طبعا اساس المحرر نمسكها ونعطيها 2 سنتي ان شاء الله. مثل ما اتفقنا انه طبعا اعطينا ماي في فيتامين سي، وعلفناهم علف خبز وتمر. طبعا اخواني واضح بالصوره الجي اف، وكنت بالسابق انا طبعا كنت اوصي راعي الحلال يطلع حلاله يصرح فيهم، فائده كبيره جدا خروجهم برا الياهور، لكن امانه كثر ما كنت اوصي الان اوصي راعي الحلال يخلي حلاله داخل ياهوره، لان في ضرر كبير على الحلال، لان الان بدايه شهر 11 او نصح التعبين نهايه شهر 11 و12 الجو لا صار في مطر ورطوبه تكثر الامراض، تكثر الجثث، والحين موجوده قدامنا الجيف مقطوطه للاسف الشديد. طبعا البلديه كانت بالسابق
10 ايام 15 يوم تشيل تنظف ان صح التعبير، لكن نطالبها طبعا باربع ايام 3 ايام، لان وجود يجي في عدد كبير يسوي ضرر على المربين. وبلا شك احنا نشكر البلديه، لان البلديه جهدها واضح ومعلوم، لكن تكثف من خروجها للتنظيف، وهذا من ضمن الضرر اللي يصيب اهل الحلال، انتشار الامراض هذا سببه. هذا طبعا بالصوره. امانه انا اصور بعد نص ساعه ولا ساعه دشيت يا اخوي، صراحه سمعت المساف قاعد يشتغل تلفزيون، وجزاهم الله خير جهد واضح حسب ما قلت مصاري. لكن أمانة لابد أن يكون إضافة جهود ثلاثية صحة هذه التنظف، وأهل الحلال لازم يقوم بالحاوية كذلك. من الأمور الهامة جدا اللي حرص عليها المربي طبعا السافي، رمل السافي ينزل له درب دربين ثلاثة سكسويل ويبدل الرمل داخل الجاخور. والثروة الحيوانية أمانة ما تقصر، تقع عليهم تلفون ينزلون لك درب دربين ثلاثة ما يقصرون، لكن مرات يصير عليهم لود. وهذا الدرب طبعا أنا منزله على حسابي، لكن نفس الوقت نشكر الثروة الحيوانية على جهدها جزاها الله خير وتعاونها. طبعا احنا كنا بالسابق نتعامل مع مرض برمح معاملة بسيطة، لأن كان ضررها بالنسبة لنا قليل، يا المعزة رجلها أو إيدها تعورها ما تقدر تمشي وتصد على الأكل وحرارة، أو الحكي من قبل يمكن 15 أو 17 سنة. لكن أمانة الحق لابد أن يقال، العام أو هالسنة العفو السنة شهر واحد وشهر اثنين جان أبو برمح وأبو هجير وضرره كان كبير جدا على الحلال، اللي كانت حامل أو دافع قطت وبعدين الأمهات لحقتها ماتت، وكان في اتصال بين الربع ووفرة أهل الحلال وبالعبدلي وبتشبد، واحتكيت مع أطباء كثيرين كلهم قالوا هالسنة برمح وأبو هجير ضرره كبير جدا. ولهذا طبعا أنا أوصي أمانتين تطعيم في رمح وبه جير، وانا واحد من الناس ما كنت اطعم، لكن يوم انا ضرر وحسينا فيه كان ضرر كبير. وطبعا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم ما يندق من البحر مرتين. نسال الله سبحانه وتعالى يبارك في حلالنا وحلالكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو ناصر المحارب.